تقول قليل في حقه مولانا. محسن أراكي يعينوه هذا الرجل الوضيع الذي يتجاوز على رمز من رموز الإسلام وشخصية من شخصيات الإسلام. وتعلمون موضع العلماء، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما أدراك ما العلماء؟ مداد العلماء خير من دماء الشهداء. العلماء ورثة الأنبياء. الآية المباركة: يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات. وأختم كلامي بما ذكره القرآن الكريم، وهذا الكلام موجه إلى السيد الخامنئي وكل من رضى بهذا الظلم على سماحة هذا السيد المظلوم. ومن أظلم، الآية بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة 114، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. واقعا المساجد، لم تقل فقط المساجد الحجرية أخواني، لذلك ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: المسجد المهجور، والعالم المهجور، والكتاب المهجور. وهذا العالم هجروه الناس بسبب هذه السياسة التضليل والتفسيق، لأنه اجتمع عندهم الثالوث المشؤوم الذي حذر منه مرارا السيد الحيدري. هذا الثالوث المشؤوم الذي قال، اللي هو المال والسلطة الدينية والسياسية بيد السيد الخامنئي، الدينية والسياسية بعد، والإعلام، الإعلام الآن، المواقع، الفضائيات، الكذا مولانا، كلها وكأنما لا شغل لهم إلا السيد الحيدري مولانا. لماذا هذا الحقد؟ لماذا هذا الحقد الدفين على هذا السيد؟ نعم، هذه الآية المباركة التي تبين من أظلم من منع مساجد الله. بعد: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين.